ونتشرفوا اليوم بهالندوة هذه اللي درناها في المركز اللي هي بخصوص الدهانات والقطاع الخاص. الحقيقة اللي قايم به عمل على جبار، واحنا نشجع القطاع الخاص، ولكن يجب أن يكون طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة، واحنا بصفتنا دور رقابي مركزين على أمر هذا ونشاركوا فيهم في هذا الأمر ليكون عمل مزدوج بيننا وبينهم وعمل موحد لنرتفع بالصناعة للمواصفة الليبية المعتمدة. طيب دكتور، يعني هذا كمجال الاختصاص، لكن كتوصيات تقول لكم متابعة حتى لتنفيذ مثل فيما يخص فعاليات اليوم فيما يخص الطرف، هتكون متابعة بعد ما المنتوج وصل كافة المواصفات الفنية ومتابعتكم التنفيذ كيف يكون؟ لأني في أثناء لقائي مع الشركات قالوا نحن ننتج في المنتوج بكل مواصفاته، لكن نتفاجأ بأن التنفيذ يكون غير صحيح. نحن وظيفتنا كجهة رقابية أن نحن نحلل المنتج ونقول لك هذا درجة أولى وإلا درجة ثانية وإلا درجة ثالثة وإلا يجب تصحيحه وإلا هذا يعتمد مواصفته ويباع في الأسواق، هذا رقم واحد. أما الجهات التنفيذية احنا نرفع في التوصية للجهات اللي أعلى مننا، مثلا جهات الاختصاص قد تكون وزارة المواصلات في حالة أن الأمر هذا، يعني هذه وظيفة وزارة المواصلات أن تشوف الطرق أنها مش مزبوطة وإلا تراقب الجهات المعنية في تنفيذها. طبعا في بعض الأحيان المنتج يكون صحيح ومية في المية وما عندك شيء ما أي ملاحظة احنا نقوله، ولكن لما يجي للتنفيذ بالذات في طلاء الطرق كما كانت في المحاضرة ممكن يدير طلاء على التراب، فتاني يوم تلقى الواحد هذا ليس عيب في المنتج ولكن عيب في من قام بعمل الطلاء، فهني الأخطاء ليس مسؤول عليها الجهات المصانع ولا الجهة الرقابية اللي هو كمركز بحوث صناعية، مسؤول عليها الجهة التنفيذية. يجب أن يكون فيه شروطات على المقاول في تنفيذ الأعمال، في بعض الأحيان زي ما حكيت لك كل الأمور تكون مطبقة للمواصفات ولكن التنفيذ خاطئ. حتى في الخلطة أنت لو أنت جيت سمنت 100% لما تجي تلقى الصبة ما هيش مزبوطة، نتيجة الخلطة نسبة المكونات ما هي صحيحة، فهني بتطلع النتيجة غير مطابقة. وهذا ما كتم عليه دكتور في هذه الفعالية، خصوصا لما تحدث المهندس محدين. لا، المهندس المعدين يتكلم عليه وضعنا فقط، انا وضحت لك الوقت الحالي شنو احنا وظيفتنا. احنا وظيفتنا رقابيه، انا بتجيب لي منتج بنقول لك هذا مطابق للمواصفات الليبيه ولا غير مطابق، هذا كمركز بحوث التصنيع احنا نعطوه ملاحظاتنا ويعاود ويصلح حتى ملاحظاتنا في التصحيح المركب، ضيف زيد الكميه الفلانيه نقص الكميه الفلانيه، يعني هذه وظيفتنا وهو يقوم بالتصنيع، لكن ما يطبق على الارض هذا ناتج عليه طبعا بعد ما يتم المنتج صحيح ويطبق على الأرض، هذا نتيجة الشركة والأعمال اللي يقوموا بها من نظافة من غيره. أنت أي شيء زي ما حكيت لك حتى في الخلطة، أنا غير أعطيت خلطة اسمنت لأن الناس كلها تعرف تبني، يعني تقول لي أنت برويتها شرشور وبرويتها مش عارف شكارة شامنت وبرويتين قزة، ممكن هو يدير لك ثلاثة برويتها شرشور واحدة قزة ودلك حتى ثلاثة شامنت، ما هيش مواصفة رغم النزال، لابد في مواصفة معينة هذه المهندسين يخفقوها، وهذا شغل المهندسين في التطبيق الأرضي على